فقد رئيس مجلس الوزراء المنطقة الشاطئية المهرجان العلمين. المنطقة الشاطئية دي بتشهد فعاليات سواء كانت رياضية ترفيهية، فعاليات مختلفة. الحقيقة كمان هو أشاد بالدور اللي بتقوم به الشركة المتحدة من خلال مهرجان العلمين في تسليط الضوء على التنمية العمرانية الكبير اللي بيشهده وبتشهده منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، على رأسها طبعا مدينة العلمين الجديدة. كمان حالة الترويج السياحي اللي بتقوم بيها الحقيقة الشركة المتحدة من خلال مهرجانها لمدينة العلمين وللمدن الجديدة، كمان الترويج للفرص الاستثمارية في منطقة الساحل الشمالي الغربي. أكد كمان رئيس مجلس الوزراء أن وجود الشباب في مدينة العلمين الجديدة أمر رائع، دي واحدة طبعا من المدن الجديدة اللي بتقوم الدولة المصرية ببنائها وتطويرها من أجل شباب مصر، عشان كده وجودهم كان مهم في هذا المهرجان. أشار أيضا إلى أن كل المدن الجديدة اللي بتقوم بيها الدولة أو بتنشئها هي بالأساس بتبنى لشبابها وأبنائها، يعني لجيل المستقبل. يمكن أكد كمان على أن مدينة العلمين الجديدة دي بتخدم جميع الفئات وفيها كل الخدمات لكل فئات المجتمع، مش لفئة معينة أو فئة بعينها. يعني عايزين نعرف مزيد طبعا من التفاصيل، بينضم لنا هاتفيا الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع اليوم السابع. أنا برحب بحضرتك أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. أهلا بيك، وخليني أبدأ معاك من زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مهرجان العلمين وتفقده للفعاليات والأنشطة المقامة هناك. من وجهة نظرك شايف هذه الزيارة أهميتها، توقيتها، إيه اللي هتعود بيه سواء كان داخليا أو خارجيا؟ طبعا زيارة رئيس الوزراء، يعني وجود الحكومة في حد ذاته في العلمين ده مؤشر أصلا من السنة اللي فاتت الحقيقة كويس جدا. يعني بشوف إنه العلمين الفكرة بتتحقق فيها بشكل كبير، مش بس في المهرجان، في الحياة يعني كل يوم إحنا ما بنروح بنلاقي حاجة جديدة، وإن أنت إحنا أمام مدينة مش أمام بس منتجع أو مصيف. دي برضو فكرة كانت طول الوقت مطروحه خلال السنوات اللي فاتت او العقود اللي فاتت لما حصل الساحل الشمالي، انه يبقى التنميه تنميه شامله، بمعنى انه يبقى فيه مش شواطئ وحياه وصناعه وزراعه، مجتمعات كامله، وده اللي ظاهر في 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 هذا الامر. واظن انه زياره رئيس الوزراء وحديثه عن انه يبقى العلمين لكل المصريين فيها فعاليات رياضية ترفيهية، يعني كمان طبعا الحقيقة انه الدور الرئيسي، وده مش انحياز اللي بتقوم بيه الشركة المتحدة، ده الدور الرئيسي في انها نقلت العلمين من المرحلة الاولى للمرحلة الثانية، اللي هي مكان مجتمع كامل، في حياة كاملة، في تعليم، في صحة، في النهاردة جامعات، جذب استثمارات كبيرة. فالزيارة كمان وانه العلمين يبقى فيها مقرات للصحة وللمصطفين بشكل عام في الساحل الشمالي كله، ويبقى فيه المهرجان مش مجرد مهرجان فني بنعمل حفلة أو غيره، لا، حفلات وأنشطة رياضية وأنشطة شعبية وأنشطة ثقافية، وأظن كمان المسرح والسينما. يعني فإحنا بنتكلم على بالفعل مش فكرة إحنا بنروج للسياحة، إحنا مصر عندها كنوز الحياة السياحية. القوس الغربي ده في حد ذاته إحنا بنتكلم فيه سياحة تكاد تكون 5 أو 6 أضعاف اللي بيجي، ده غير السياحة الثقافية وغير السياحة الشاطئية وغيره. فاحنا الحقيقة انه اللي حاصل انه وجود الشباب بشكل عام، الشواطئ المخصصة للجمهور بشكل منفتح اللي قامت بيها الشركة المتحدة، يعني كل دي الحقيقة نقط مهمة. زيارة رئيس الوزراء تأكيد لهذه الفكرة، وتأكيد لفكرة انه يبقى في رسائل للمصريين وللعالم. بمناسبة الرسائل بقى، بمناسبة الرسائل سواء كانت للمصريين أو للعالم، بعد سياسي جديد يضاف الحقيقة وهام، إيه هو؟ أنا عايزة من حضرتك تستقرئ لي هذا البعد السياسي، تقولوا حضرتك معايا في برنامج اليوم في زيارة الحقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتفقده للمدينة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة اللي قام بيها، رسائل للداخل، رسائل للخارج، إيه هي؟ الحقيقة يعني أول رسالة فيها، ودي طبعاً دي مش أول مرة، لكن الحقيقة إنه الاخوه في الامارات والعلاقه بين مصر والامارات علاقه اخوه ويعني اشقاء بجد،
وجود الرئيس محمد بن زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجولاتهم في وسط الجمهور الحقيقه، والسيلفي اللي كان بيتاخد والناس بتقابلهم، والتعامل البسيط جدا مع الناس، وما لفيش بقى لا حراسات ولا يعني بتاع، ان ده في وقت في المنطقه حوالينا احنا شايفين اللي بيحصل، وده يعني مش محتاج كلام انه قد ايه احنا بنتكلم على انه مصر جزيره من الاستقرار، حاله الاستقرار التام، حاله الحاله الامنيه، الحاله كمان المجتمع المصري، يعني رد على كتير جدا من التساؤلات او الادعاءات او الشائعات او الكلام الكتير اللي المنصات او الشائعات بتطلقه، مش محتاجه. ممكن الناس يبقوا بيشوفوا ده يعني مش فكره بقى زي ما بنقول ترويج او رسائل، لا، رسائل للداخل ان الدنيا مستقره، ورسائل كمان للاقليم وللخارج، الاخوه العرب اللي موجودين في كل مكان، و الأخوة من الإمارات، من المملكة العربية السعودية، من قطر، من أي، من البحرين، الكويت، لبنان، يعني كل الأخوة الموجودين هنا في الصيف شايفين إنه مصر تستحق ده، وده كمان مش رسائل الاستقرار دي موجودة، مصر من أأمن الدول على مستوى العالم بشكل عام نظرا لأجهزتها الأمنية، وكمان مجتمعها، إنه الشعب المصري مجتمع متسامح، مجتمع منفتح، مجتمع دمه خفيف، بيتحتك مرحب بالضيوف، بيتعامل بشكل مع السياح بشكل دايما، ده أمثلة مضروبة. فاحنا بنتكلم على انه مش بس محتاجين رسالة، محتاجين انه الجولة اللي قام بها الرئيس مع الرئيس محمد بن زايد، اعتقد انها كانت كاشفة جدا لحجم الاستقرار، وحجم كمان التفاعل من الجمهور من هنا، والتقارب ايضا المصري والعلاقات المصرية، والعلاقات المصريه الاماراتيه. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره جريده وموقع اليوم السابع.